طب احنا مستنيينك مستنيينك يبقى لازم ايه الحركه اللي جايه تبقى باعتبارها الولايه اللغه عشان نبدا. انا بس ايه حبيت اوريك هيبه المجتمع الاجنبي. ماشي حلو. انا هوريك حلو. انا هوريك بطاقتي مصريه وكارتي مصري واكيد ما بتكلمش وبردح لكم متعلمه بره ولا بنت بلد وشوارعيه باين سيبك من المنظر. حلو. واكيد الشوارعيه اكيد الشوارعيه دي لما تقف تفتح لمصري بالطيران وترش عليهم ميه وممكن تطلع سامعاني يا كاميرات ممكن عشان محترمه عشان اللي انت قلتها مش محترمه. ها اللي انت اتضايقت قوي ان انا رشيتها على بنطلون وكده ايه وقفت حاجه جوايا الميه دي راجل واحد من ها رشيني بيها. ها ايه رايك عشان لما اروح القسم ابقى ايه وايه ناخد بقى كده شويه نحطهم في الكوبايه نقطتين لعل وعسى قضيه الخمره ها اللي انت بتقول لي شاربه خمره ها تروح من ايه نقطتين بس عندي فيهم امل من الارض. اوكي حاجه بقى عشان ايه اصل بص كتر المهاتيه انا ما اقدرش اعمل شو اكتر من كده. انا حضرتك الشو بتاعي خلص بقالي 3 ساعات. اسمعني انا سمعتك واحترمت بدلتك وجبت الميه اللي انت فاكر نفسك اكبر منها حطيتها على وشي وعلى جسمي. انت ما تعرفش انا مين. اسمع كويس قوي انا ما نطقتش الكلمه دي. لو ما طلعتش في الطياره لبنتي الساعه 9 وحياه بنتي اعدمها ما اشوفهاش المطار ده هيتطرق. بس او مش المطار بعد اذنكم تصوروا. بس لا اصور. تحب اضربك تاني؟ اه بس بسأل. تحب اضربك تاني؟ بسأل. تحب اعتمش عليك تاني؟ بسأل. خد كده المية ازاي احطها على وشك يمكن تفوق وتشرب. انت زياده يا جماعه الله. انت بتكلم مين؟ ما بنستكبرش. احنا سكتنا 3 ساعات بس مش هنسكت 3 تانيين عشان هتبقى اهانه. انا معاك مع الراجل الطيب.